الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، اكيد كالعادة هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها عن كل التجاوزات وقلة الادب بالحجة والبرهان اللي بتحترم عقل حضرتك. لكن في البداية ما تنساش لايك وشير على قد ما تقدر عشان نوصل لاكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا، ونخش على طول على اول فقرة معانا تخص النادي الاهلي، الخرم مصطفى تونس اللي مجدي حرام التيشيرتات طلع في من اسبوع تقريبا قال لك احنا المفروض احنا اللي نمسك لجنه التخطيط في النادي الاهلي، واحنا اللي يكون لينا الراي في اختيار اللعيبه، واحنا اللي نجيب الصفقات والكلام ده كله. تخيل لما يطلع علينا الخرم مصطفى تونس او الشهير بالخرم انه يطلع يقول ان جمهور النادي الاهلي ليهم حق يزعلوا على مباراه السوبر امام نادي الزمالك، مباراه سوبر افريقيا لكره اليد، لان النجم الساحلي انسحب، وليه انسحبت كنادي اهلي من لسانك وقلت انا اشترك قدام نادي الزمالك طالما انت عارف ان الزمالك كده كده هيكسب البطولة ايا كان المنافس. الجماهير حست من قرار الادارة انهم مطمنين للفوز على الزمالك وعشموهم جامد، والعشم الجامد لو ما طلعش صح بيوجع. اعتقد اولا ودي معلومة مؤكدة، الاهلي مطلبش انه يلعب مباراة السوبر. اللي عرض لعب المباراة وطلب من النادي الاهلي ودعاه للعب المباراة هو الاتحاد الافريقي لكرة اليد. رقم اتنين، مفيش حاجة في الرياضة مضمونة، مفيش حاجة اسمها انا ضامن اكسب الزمالك او الزمالك ضامن يكسب الاهلي، وبالذات في مباريات الديربي ما بين الاهلي والزمالك في اي بطولة في اي لعبة. فاي حد يا خرم يا كبير يطلع يقول ان اصل الخطيب وعشم الناس والخطيب طمن الناس، دي رياضة في الاول وفي الاخر. وارد جدا اكون الافضل واخسر، وارد جدا ان انا اخسر لاي سبب من الاسباب زي سبب الحكام مثلا. لكن عيب لما واحد زيك ملوش لازمة يطلع يتكلم عن الخطيب وعن جمهور النادي بالشكل ده. طيب، في ناس زعلانة كتير من احد الاعلاميين الكويتة، مذيع كويتي مع احترام الكامل لدولة الكويت وشعب الكويت المحترمين، لكن زي ما كلنا عارفين في كل مكان في الحلو والوحش والإنسان المحترم والإنسان غير المحترم. في مذيع كويتي خلال الفترة الأخيرة دقى باء على التهكم والتطاول وقلة الأدب والسخرية على الأهلي ورموز الأهلي، أمثال كابتن الخطيب، سيد عبد الحفيظ، الناس الكبار في النادي الأهلي، عدل القيعي، والناس زعلانة وبتطالب قناة النادي الأهلي أنها تطلع ترد على هذا الشخص السفيه، الشخص المعتوه الحقير اللي دأب خلال الفترة الأخيرة على انتقاد النادي الأهلي بشكل لازع وشكل ساخر. حابب أقول لك أن النوعية دي من الإعلاميين أو المذيعين هو خارج للشو، خارج للشهرة. فانت لو طلعت في قناة النادي الاهلي او اي صفحة كبيرة على السوشيال ميديا وتجيب سيرة هذا الشخص الحقير، فانت كده وصلته لهدفه. هو هدفه لاهلي ولا زمالك، هو هدفه كله ان هو عايز يشتهر، وطبعا هيلاقي مين اكتر من جمهور الزمالك بيحب الحاجات دي. لو طلع قال هو اتريق على جمهور الزمالك مثلا وإدارة الزمالك ورموز الزمالك، جمهور الأهلي ما هينفض، مش في دماغي، ولا هشير الكلام بتاعه ولا هسأل في الكلام بتاعه، مش فارق معايا كتير. لكن جمهور نادي الزمالك هو عارف هو راح فين بالظبط، هو عارف ان جمهور الزمالك هيشجعه ويطبله ويزيد بيه في السوشيال ميديا فهيشهروه. كون ان انت كنادي أهلي تطلع ترد على هذا الشخص القذر، انت بتديله قيمة، انت بتديله أهمية، وهو ليس ذو صفة، هو شخص نكرة عايز يشتهر على حسابك، فما تدلوش الفرصة انك تشهره. بعيد عن الانتماءات والتعصب، عايز اوريك صورتين. صورة قبل مباراة الاهلي والزمالك في السوبر، سوبر كرة اليد، وشوف العلاقة الطيبة ما بين اللعيبة كلها، ومين اللي بيعمل فتنة بعد المباراة. الصورة الأولى بتجمع لعبة الأهلي ولعبة الزمالك قبل المباراة في مثال رائع للتكاتف، ومفيش أفضل من الصلاة، مفيش أفضل من الصلاة، لعبة كلها اتجمعت وصلت قبل المباراة. دي صورة اللاعبين، لعبة الأهلي
مع لعبة الزمالك واقفين في صف واحد وبيصلوا جنب بعض لانهم في الاول وفي الاخر اخوات. ادي لعبة الاهلي جنب لعبة الزمالك جنب جهاز الاهلي جنب المصريين من جهاز نادي الزمالك بيصلوا مع بعض. صورة تبين لك قد ايه التكاتف والحب والمودة. وقبل المباراة ده بيبوس ده وده بياخد حضن ده، مفيش مشاكل بين اللعيبة. طب امال التعصب بيجي منين؟ بيجي من امثال بلية الدلدول اللي كل شوية شغال على القضية ممكن القضية ممكن القضية ممكن. يجي من امثال ابو ودنه ودنه. عارفين احمد ودنه؟ احد لاعبي حرس الحدود السابقين. ودنه طلع قال لك ايه بقى؟ الجلطه ممكن مش القضيه ممكن، الجلطه ممكن. هي دي الاشكال القذره اللي بتزيد من التعصب والاحتقان. اللعيبه فيما ما بينهم اخوات. وبالمناسبه نفس المشاعر ما بين لعيبه اليد هي نفس المشاعر اللي مع لعيبه كره القدم. لكن اللي بيزيد التعصب والفتنه هم رؤوس الفتنة ومعروفين والله العظيم، ثلاثة معروفين للدولة وللهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام. لكن مطلق يداهم. ده مش بس كده، لا يعني تخيل واحد زي شادية ده ما كانش أصلا بيطلع على قناة نادي الزمالك. لما رأى الناس ان هو بيطلع يهاجم الأهلي وبيشتم في الأهلي وبيقل أدبه هو وأخوه على النادي الأهلي، جابوه. لما طلع على قناة الزمالك وعمل بقى الشغل بتاعه المؤامرات والمظلومية والكلام ده كله، اتعمل له برنامج في الراديو راديو الزمالك اون سبورت. فانت عايز تاني؟ هي دي الاشكال الضالة اللي بتزود التعصب بين الجماهير. عايز اتكلم عن موضوع القضية ممكن واللي جماهير نادي الزمالك شاغل نفسه بيها. اولا موضوع القضية ممكن ده مصطلح ملكية فكرية للاخ عصام الشوالي اللي قال يومها القضية ممكن لأفشة وهو ولدنا أفشة ما لها من عبسة. واخد بالك هو 19 واي قذيفة جاءت يا باتشيكو. الكلام ده كله اتقال بدون اي تجهيز، ارتجالية الموقف. ما كانش كاتب في ورقة ان انا هجهز بقى وهي القاضية واحذر الكاوو والديها 86 والكلام ده كله، ما قالش ولا قال وي وعلي وي والكلام، ما كانش مجهز ده كله. ده طلع وفقا للموقف اللي بيقال فيه. فالقاضية الممكن بتاعت أفشة دي خلتك تبكي بدل الدموع دم. القاضية ممكن بتاعت أفشة خلتك تبكي بدل الدموع دم. ولو قلت لك النهارده اخد منك كل بطولاتك في الالعاب الاخرى وتكسبني في القضيه ممكن، هتقول لي ماشي انا موافق. ليه؟ لان هذه الجمله وهذه المباراه عملت جرح عميق عميق في قلب كل جمهور نادي الزمالك. الاخ شيكابالا نزل بوست وكتب فيه 7-1 وهو بيضحك في إشارة لبطولة السوبر، سوبر اليد بين الأهلي والزمالك. بالمناسبة عشان بس الناس اللي بتهاجم كهربا يقولك أصل كهربا ده بتاع اللقطة، أعتقد واضح جدا مين هو اللي بيحب اللقطة والشو. شيكابالا في كرة القدم لا يستطيع أنه يطلع بكلمة زي دي أو بجملة زي دي أو ببوست زي ده. ليه؟ لأنه ما عملش حاجة في كرة القدم قدام النادي الأهلي. عزيزي المشاهد الأهلاوي المحترم، شيكابالا عبر تاريخه كله 18 سنة في نادي الزمالك لم يفز ببطولة دوري أبطال أفريقيا. خلال وجوده مع الزمالك في 18 سنة فاز الأهلي بخمس بطولات، فاز الأهلي بخمس بطولات وشيكابالا لم يتوج ببطولة واحدة. شيكابالا اللي خلال 18 سنة شاف فرقته بتكسب 3 دوري، آخر دوري بس اللي هو مشارك بفعالية فيه، الدوريين التانيين كان احتياطي ودكة والكلام ده كله. شيكابالا وهو بيلعب مع نادي الزمالك 18 سنة شاف بعينه النادي الاهلي بياخد الدوري 13 مرة ولم يحرك ساكنا. شيكابالا اللي طول عمره عنده 36 سنة ما شافش ولا يعرف يعني ايه كاس عالم للأندية، ما راحش. فقد الشيء لا يعطيه.
فاعمل ايه بقى كشيكابالا مع الاحترام الشخصي ليه؟ اعمل ايه بقى كشيكابالا؟ عايز اكل الشو، عايز اخد اللقطة قبل ما اعتزل. ما انا مش هشم كاس عالم اندية تاني، انا مش هشوفها تاني. طب اعمل ايه؟ اطلع اكتب 7-1، اطلع اكتب اتباهى بانجازات وامجاد ناس تانية، في حين ان انا في اللعبة بتاعتي مش عارف اعمل حاجة، مش عارف ارفع شماعة دافع بيها عن نفسي وعن النادي بتاعي. الاسماعيلي بيتفضى يا رجالة، الاسماعيلي بيتصفى يا رجالة. النهاردة بيراميدز بعد ما خدوا فخر الدين بن يوسف بيضموا ايهاب جلال كمدير فني لنادي بيراميدز. ما سمعناش حد في الاعلام طلع يقول اصل بيراميدز بيفضل الاسماعيلي. الزمالك اللي خد من نادي الاسماعيلي خلال الفترة الماضية ابراهيم حسن ومحمد عواد وبهاء مجدي وشوقي السعيد وكريم بامبو بطريقة مباشرة من نادي الاسماعيلي في مدة قصيرة جدا خلال اخر موسمين ثلاثة، كان عادي جدا. ما سمعناش حد في الاعلام من اباطرة الاعلام والمطبلطية اللي موجودة في الاعلام، محدش طلع قال اصل الزمالك بيصف الاسماعيلي، اصل الزمالك بيفضل الاسماعيلي، محدش يجرؤ يقول كده. لكن لمجرد ان النادي الاهلي يروح يجيب لاعب كان بيلعب في الاسماعيلي، مش من ابناء الاسماعيلي، كان بيلعب في الاسماعيلي واحترف في الخليج او في انجلترا واروح اجيبه من هناك، انا كده انا بفضل الاسماعيلي. انما اللي بيعمله بيراميدز والزمالك دلوقتي لا، دي بليله بالمكسرات وحط عليهم فصين مانجا، بليله بالمكسرات وعليهم فصين مانجا. الاخ هاني سعيد طرح يتكلم عن عبد الله السعيد وقال لك عبد الله بيضغط على الاداره عشان عايز يلعب للزمالك. اعتقد يا عبد الله هاني سعيد، اعتقد يا هاني لو كان عبد الله عايز يروح للنادي الاهلي ما كنتش تقدر تقول الكلمتين دول. مفيش مدير رياضي يطلع يقول ان اللاعب بتاعي بيضغط عليا عشان يروح للنادي فلان الفلاني، استحاله، الا اذا المدير الرياضي ده انتمائه وولائه لهذا النادي. هاني سعيد اللي طلع بعد مباراه الاهلي وبيراميدز في الدور الاول بعد الهدف بتاع اليو ديانج اللي جه في الدقائق الاخيره وفاز بيه النادي الاهلي، قاعد يقول لك احنا بنتظلم والحكام بتحكم للاهلي والحكام بتعمل للاهلي نفس الظلم، او اتحسب هدف او اتلغى هدف ليه وضرب الجزاء للزمالك في اخر دقيقه، ما طلعش قال نص كلمه على الحكام او على ظلم الحكام في مباراته قدام نادي الزمالك. تعال نروح للاخ ابو لمعه الجرجيري. تخيل ابو لمعه الجرجيري لمجرد فوز الزمالك ببطوله دوري واحده، مبروك موسم تاريخي وكارثي على الاخرين. موسم تاريخي عشان كسبت بطوله الدوري، عشان كسبت بطوله سوبر السله، عشان كسبت سوبر افريقيا في كره اليد. امال لو انت موجود في النادي الاهلي في اي فترة من الفترات وتبقى بتكسب بطولة افريقيا في الطايرة، بطولة الدوري في الطايرة، بطولة افريقيا في كرة القدم وبطولة الدوري في كرة القدم، وبتنافس على كرة اليد وبتوصل في الاوقات بتكسب فيها كأس الكؤوس او دوري الابطال في كرة اليد، هتعمل ايه؟ عزيزي المشاهد حابب اقول لك على معلومة، النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي وصل للمركز الثاني في كاس العالم للانديه في كره اليد. نادي الزمالك بفطاحلته واساطيره احمد الاحمر وغير احمد الاحمر عبر تاريخه لم يصل لهذا المركز. الزمالك اكثر مشاركه من النادي الاهلي، لكن الاهلي عندما استضاف كاس العالم للانديه في صاله الامير عبد الله الفيصل وصل الاهلي النهائي وخسر بشق الانفس، وكان قاب قوسين او ادنى من الحصول على اللقب الغالي بطولة كأس العالم للاندية. لكن يطلع علينا ابو لمعة ويقول لك اصل موسم كارثي. تعال نروح للاخ خالد الغندور اللي لينا بعض التعقيبات والتعليقات على كلامه. خالد الغندور قال لك هو ازاي الاهلي واخد 2 افريقيا ورا بعض ومش عارف ياخد الدوري طالما هو جامد كده؟ الاهلي جامد غصب عنك، انت ما بتقولش الاهلي جامد ده بمزاجك، لا الاهلي جامد غصب عنك. وهقول لك الدليل، الدليل ان الاهلي في اخر 5 سنين واخد او وصل للنهائي 4 مرات، خد البطولة مرتين، ده دوري ابطال افريقيا.
في اخر 5 سنين يا خالد يا غندور الاهلي واخد بطولة الدوري 5 مرات وانت السنة دي خدت بطولة الدوري. اذا الاهلي جامد غصب عنك. وارد جدا ان اي نادي يفقد بطولة الدوري. اليوفنتوس مكتسح الدوري الايطالي خسر الدوري السنة دي. هل معنى كده ان اليوفنتوس ضعيف؟ تشيلسي كسب دوري ابطال اوروبا وخسر الدوري الانجليزي. هل معنى كده ان تشيلسي نادي مش جامد؟ لا. الاهلي نادي جامد وغصب عنك هو جامد والكل يعلم انه جامد. ولو مش مصدق روح اسأل باتشيكو. روح اسأل جمهور الزمالك الاهلي عبر التاريخ عامل فيه ايه. اعتقد ان بعض جماهير الاندية اصبح عندهم عقدة نفسية او عقدة كروية اذا جاز ان احنا نفصلها صح او نقولها صح. عقدة كروية من النادي الاهلي. في اجيال واجيال واجيال اصيبت بالهلع والعقد الكروية من النادي الاهلي. في ناس لما بتشوف بس مجرد انها تشوف اللون الاحمر قدامها بيجن جنونها. كون ان يسمع اسم الاهلي ده قدامه ده ممكن يقوم يخبط دماغه في الحيطة. في ناس كده اسم الاهلي تقيل عليهم. يا خالد غندور. خالد الغندور قال حاجة يعني ممكن تعتبرها نكتة. قال لك ايه خالد الغندور؟ قال لك القضية ممكن السنة دي كانت حوالي 10 مرات لصالح نادي الزمالك في مباريات كتير. وكرة اليد ليها شعبية في العالم تعادل شعبية كرة القدم. ويمكن اكتر. يعني مثلا كرة اليد في المانيا هي اللعبة الشعبية الاولى. انت عارف انا بسقف لك ليه؟ عشان كمية الابتسامات والضحك والسرور اللي انت بتدخله على قلوبنا. دي نكتة اروع نكتة في الموسم السنة دي. عارف يعني ايه كرة اليد تعادل شعبية كرة القدم زي ما بيقول خالد الغندور؟ جبتها منين يا جهبز الجهبزة؟ جبتها منين وجبتها ازاي؟ وفي المانيا كرة القدم هي اللعبة الشعبية الاولى. يعني كرة القدم دي ملهاش دعوة؟ كرة اليد هي اللعبة الشعبية الأولى وكرة القدم دي بتيجي في المرتبة الثانية؟ دليلك ايه؟ ايه دليلك؟ هل عدد ممارسي كرة القدم في ألمانيا أقل من عدد ممارسي كرة اليد؟ اطلاقا. وأتحداك كون ان انت تطلع تقول القضية ممكن 20 مرة مش مرة واحدة ولا 10 مرات 20 مرة في مباراة دوري بثلاث نقاط او بطولة دوري حتى او بطولة سوبر يد. ده كله لا يعادل المأساة اللي حصلت لك وحصلت لكل جمهور نادي الزمالك من القضية ممكن. لان انت عارف علم اليقين وتعلم علم اليقين ان القضية ممكن كانت في كرة القدم مش في كرة اليد. في كرة اليد ما فيهاش قضيات. لان كرة اليد وارد ان الفريقين يسجلوا كل دقيقة. وارد ان يتسجل 60 هدف في المباراة الواحدة. اما في كرة القدم في مباريات ما بتخلصش غير بجون. والجون ده كان في نهائي دوري ابطال افريقيا بتاع القضية ممكن. اعتقد ان خالد الغندور ممكن يعمل يافطة جديدة ويكتب عليها الزمالك صاحب القضية ممكن الحقيقي. شكرا لكم. سلام عليكم.